حفلات في بيروت جامعتك مع الحمريات في بلدك في بلدك ممكن نراك مع ديو مستقبلا؟ كيف ما فهمت؟ الحمريات جامعك مع ديو يعني ممكن تعمل في مع الحمريات كانت حاضرة هي ودعيتها على المسرح ومن الأصوات الجميلة جدا طبعا. ممكن اللهجة المغربية من ضمن المخططات يعني إن شاء الله ليش لا إذا مهرجان إذا يصارف برنامج حلو أنا يسعدني إنه الأصوات الجميلة أن تنال حقها بصراحة.